ادهم، انا متاكد هو اللي دس الاعشاب دي في البيت وهو اللي بلغ او جايز حد تبعه. انا عارف كويس قوي انا بقول لك ايه. طب انا هتصرف. الو، ايوه يا نصر، اسمع اللي هقوله لك كويس وتجيلي حالا على النيابه. انا نصر يا فندم، المسؤول عن فيلا سليم بي. مسؤول عنها ازاي يعني؟ اللي هو يا فندم مدير البيت، السفراجي، البواب كده يعني. الاستاذ ادهم اخو سليم بي حسب ما انا عارف يعني. من يومين كده الاستاذ ادهم دخل البيت، ما كانش فيه اي تنبيهات من سليم بي عن دخوله او عدم دخوله. المهم انه دخل وقعد في الريسبشن وانا شفته يا فندم معاه كيس صغير كده زي ده. ايوه يا فندم هو ده. ما سألتوش عن محتوياته؟ محتويات؟ يا فندم أنا قلت ده كيس شاي، كيس عادي، ما أعرفش إن هيطلع حاجة تانية يعني. وفندم أول ما حس إن شفته ندهلي واداني 100 جنيه وقال لي أوعى حد يعرف إن أنا موجود هنا، أنا عايز أعمل مفاجأة لسليم بي. المسألة واضحة سيادتك، ما هو إلا بلاغ كيدي كاذب، وأدهم ده هو اللي دس كيس العشاب في البيت. يعني خلافات على الورث، ده واد دجال وساحر وإحنا عارفينه كويس. وعلى فكرة له سبب. هو فعلا سيادتك أول ما وصل سليم بيه دارت خناقة بين أدهم بيه وسليم بيه على موضوع الورث ده. آخر حاجة كنا محتاجينها موقف زي ده، دي دعاية سيئة جدا. مفيش حاجة اسمها دعاية سيئة، لو استغلينا اللي حصل صح هنستفيد. المهم بس نخلص من أصل المشكلة. أستاذ طلعت، ممكن أعرف منك حقيقة البلاغ سليم؟ سليم ممكن سؤال بعد إذن حضرتك؟ ما هو إلا بلاغ كيدي كاذب، والنيابة تتجه لحفظ التحية. عن إذنكم، عن إذنكم. سؤال بعد إذن حضرتك. شكرا 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 شكرا. أنت مش قد الناس دول يا أدهم. مهما كنت ذكي أو شاطر كل واحد ليه حدود. عرفت عني قبل كده إني معرفتش أعمل اللي أنا عايزه؟ لا، بس كل اللي أنت كنت عايزه تبقى ساحر شاطر، تعمل تركية بعد تركية وخلاص. طب وإيه الفرق؟ لا في فرق، أنت مش واقف قدام جمهور مش عارف سرك، أنت بتحارب ناس بسلاح هم اللي بدعوك، ناس إيديهم طويلة ومعاهم إمكانيات مش معاك، يعني بشوية تركيز هيفقسوا كل حركة أنت بتفكر فيها، يمكن قبل ما تعملها أصلا. وأنا نفسي طويل وما ورياش حاجة، ومع الوقت هتعلم أغلبها. ما تقلقش عليا. انت ملفق تهمه زي دي لواحد زي سليم المهدي، واحد مستني هيرد لك الضربه ازاي؟ وعايزني ما اقلقش عليك. انا مش قاعد مستني هيرد لي الضربه ازاي، انا قاعد بجهز للضربه اللي جايه. وهو هيسيبك؟ اه الحمد لله تمام. ايه بقى اللي حصل لسليم ده؟ والله ما عارف، بس اقول لك على حاجه هيخرج منها. انت شعرفه؟ بقوله كده. انا بصراحه ما اعتقدش انه يقتل بابا، كبيره قوي دي. والله ولا انا عشان، بس يعني من خلال خبرتي بالناس اللي من نوع سليم ان اللي بيحصل ده حرب، حرب بين المنافس عدو، بس سليم اللي هيكسب في الاخر. وانت شعرف؟ اولا خرج من النيابه، ثانيا النيابه ما عمرتش بتشريح الجثه، ده معناه ان اللي عمل كده اضعف من انه يثبت اي حاجه. ممكن. اه صحيح، انت كنت عامل تقرير حلو قوي عجبني بجد. أنا آسفة بقى يا سيدي، دخلنا في موضوع سليم وكده ونسيت الموضوع الأساسي اللي أنت كنت عايزني عشانه، كان إيه بقى؟ إن طب اشربي حاجة الأول طيب؟ اشربي حاجة. بشرب. كل حاجة طيب؟ عارف إيه اللي بيحصل للناس ما بيعملوش حاجة؟ ما بيحققوش حاجة. ما قدرتش أكلمها علي. كابتن من نزلت قابلتك اهي. ايوه المفروض يعني لما تنزل تقابلني انا اقابلها بالمأذون. سيدي كلمها، ولو ما وافقتش بقى انت ما خسرتش حاجه. يا ابني هنا بقول لك كلمها، بقول لك روح قول لها بحبك وحشتيني مش قادر اعيش من غيرك والجو ده. الكلام ده خلص خلاص. خليك بسيط، ولا عايز ابقى اشوفك، تيجي نبقى ننزل في فيلم حلو في السينما تعالى نخشه كده السكه دي. طب والله تيجي بات معايا علي، علي اللي بتقوله ده صعب. ماشي صعب، بس ايه رايك بقى ان ده انسب وقت ليك انك تكلمها؟ اشمعنى بقى انسى بوقت؟ انها لسه زي الشغل وقاعده في البيت وثقتها في نفسها مهزوزه. تقوم انت بقى نازل بالصدر حنين. امبيونس اسمها مسي كبيره لعم علي. دغيه كبيره لعم علي، بس صعب لان انا مش هستغل الظروف. اللي بتقوله ده صعب علي. دي حاجه كويسه قوي يا شادي، هتخليك تعرف تنام النهارده كويس. بس لما تيجي تسال نفسك بقى انا ليه ما كلمتهاش هترد تقول ايه؟
لا معلش يا جماعه انا ما بحبش استغل الظروف. ما تستغل الظروف عشان في ايه؟ بتزعل يا علي، انت ليه مصمم تعرف القناه كلها؟ انت هتجيب لي غلطه. طب ما تهدى يا علي، في ايه؟ سالي، ممكن اسالك سؤال؟ خير. هو انت بتروحي في حته تانيه غير الشغل؟ ها طبعا بروح. بروح بيتنا وبروح اشتري حاجات وبتشعبط في الاتوبيسات وبتمرمط في الشوارع. عاوزني نروح فين تاني؟ انت ليكي اخوات؟ اه. واضح ان انا تقيل على قلبك ولا يا عم؟ لا تقيل على قلبي ولا حاجه، الواحد اخر اليوم بس بيبقى مش طايق نفسه. اه احنا فعلا اخر يوم، بعدين طبعا انت طول اليوم وشغاله والدنيا زحمه وناس سكرانه عادي. بس انا زميلك ومش سكران، ويعني ممكن نتكلم انا وانت، ممكن نتكلم مثلا في مواضيع كتير، يعني ممكن مثلا نتكلم في موضوع زي مثلا انت. واضح ان انا ضايقتك؟ لا ما ضايقتنيش ولا حاجه، انا عارفه ان انا ساعات ببقى رخمه قوي. ايه هيا يا امي؟ ايوه يا ادهم، انت كويس يا حبيبي؟ انا كويس الحمد لله. خير، في حاجه؟ انت بعت لنا حاجه النهارده على البيت؟ بعت لكم حاجه يعني؟ مش فاهم. لا ما بعتش. ما اعرفش، في ناس كده جابوا لنا لفه وقالوا لنا انها من عندك ونزلوا على طول. شويه كده ولقيت البوليس جه وسال عليك وبص على اللفه دي وخدها معاه. طيب انتوا كويسين؟ طمنيني عليكم. احنا كويسين الحمد لله، ما فيش حاجه. طيب خلاص ما تشغليش بالك انت. ما اشغلش بالي ازاي بس؟ اللفة دي فيها ايه يا ادهم؟ اسمعي كلامي بس وانا بحكي لك على كل حاجة. طب هكلمك تاني، مع السلامة. عامل ايه يا نجم؟ قول لي انت. في جواب استدعى من نيابة ليك جوه على مكتبي. ليه؟ مش عارف ومش عايز اعرف. انت عارف ان احنا داخلين على موسم اجازات، ولو اتكرر الموضوع ده كتير هيضر المكان. وانت عارف كويس المكان له سمعته طبعا. ما ينفعش كل يوم التاني يجي لي ظابط واستدعى من نيابة والله اعلم ايه تاني. حل مشاكلك. السفراجي اللي شغال عند سيمي المهدي شافك وانت بتدس الكيس ده عنده في البيت. حصل. يعني انت معترف؟ معترف. سجل لي يا ابني الاعتراف ده عندك. والكميه دي لقيناها واحنا بنفتش البيت عند والدتك، وقالت انها مبعوته من طرفك، والجيران اكدوا انها من طرفك. انا ما بعتش اي حاجه. الاعشاب دي من نفس النوع اللي انت دسيته ببيت سليم. شوف يا باشا، هو انا ما بعتش حاجه، بس لو ساعتك يعني متاكد انها نفس الاعشاب فانا ما عنديش مانع تعتبر ان انا اللي بعتها يعني عادي. يعني انت بتعترف ان في حياتك اعشاب سامه وكمان بتلفق تهمه لسليم المهدي؟ لا. انت بتستهبل. طب معلش يا باشا، ممكن كوبايه ميه بعد اذنك؟ معلش. بعد اذنك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عشان يا باشا واضح ان في سوء فهم بس ولبس في الموضوع. انا هوضح لسيادتك حالا. بس المشكله بس بتحتاج ميه سخنه عشان تدوب كويس يعني. شكرا قوي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا باشا ده ملاين كاتبه لي واحد عطار ابن حلال عشان لما اخذه يعني بيجي لي امساك. اهو يا باشا اهو. لو مش مصدقني سعادتك ادي الاعشاب وادي المايه، جرب بنفسك يا باشا. اتصل يا ابني بدكتور الطبيب الشرعي اللي عمل التقرير ده. ايه ده؟ ده التقرير اللي سيادتك بعتهولي. انا عملت تحليل فعلا للاعشاب دي وكتبت تقرير، بس مش هو ده التقرير اللي انا كتبته. يعني دي اعشاب ملينه فعلا؟ طبعا. يتم اخلاء سبيل ادهم عادل المهدي بضمان محل اقامته.
ايوه مروه. ادهم طيب ادقوني. انا مش فاهم، هو الاجرام ده بيعرف دمك انت وامك عادي؟ اتكلم كويس. بتبعت سم لامي وخالي؟ عايز تموتهم؟ انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه. لا يا شيخ، انا كل اللي عملته اني رديت الهديه الكميه اكتر، عشان كل واحد ومقامه. المهم تكون الرساله وصلت، وعشان انا عارف ان فهمك على قدك هوضحها لك. مكان امك وخالك انا عارفه، ومهما حاولت تخبيهم مش هيبقوا بعاد عن ايديا. الزم حدودك يا اما ما تزعلش من اللي هيحصل لهم. كده غلط، ممكن يكون بيسجلك. وانا قلت ايه غلط؟ حل لي المشكله دي، طلعت وحيت ابوك بدل ما تقعد تقطمني وخلاص. خلاص انا هتصرف. ايوه سلام عليك. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ يا رب ايه النور ده يا حبيبي؟ ايه النور ده؟ ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك ايه؟ دي كلمه تتقال للراجل. انا لو عليا عايزه اشوفه كل يوم، بس كونه يسيب شغله ويجي فجاه كده يبقى اكيد الموضوع كبير. في ايه يا ابني؟ طمني في ايه؟ اروح يعني ولا اقفل الباب؟ انت صدقت اقفل الباب؟ طبعا. طمنيني انت عامله ايه؟ الحمد لله. خش يا دنيا. تعالى يا حبيبي. انا نفسي اشوف لك برنامج في التلفزيون زي الصحراء بتوع بره دول، ديفيد كوبرفيلد وبتاع، انت مش اقل منهم. ربنا يسمع منك يا خالي. ان شاء الله. انا سمعت ان اخوك فتح قنوات جديده كده وبتاع، ها؟ روح له كلمه بالعقل كده وبالموده والمحبه، ان شاء الله ترجع الامور زي ما كانت وتعمل البرنامج وتكسر الدنيا. جميل انت والله يا خالي، كل حاجة عندك تمشي بالمحبة والمودة. لو الدنيا كلها ماشية كده كان زماننا عايشين في جنة. احنا لا عايزين حاجة من اخوك ولا عايزين نحتكي بيه. كفاية المصايب والبلاوي اللي جات لنا من تحت راس امه. سيبوا يعيش بفلوسنا؟ فلوسنا. اتفضل يا سيدي. ما فلوسكم فعلا يا رباب الله. يا سيد. يا سيد بلاش السحابة اللي انت طاير فيها دي، وبص حواليك وشوف احنا فين وهم فين. ادهم يا حبيبي، هو اللي حصل ده والحاجات اللي جت البيت ليها علاقة بمشكلة بينك وبينه؟ هو انت مش قلتي ما حصلش حاجة؟ اتفضل يا سيدي، عاوزني اموت عليه من الخوف. قولي لي الصورة اللي انت معلقها جوه دي لسه سايباها يعني؟ ما تغيرش الموضوع. لسه بتعتبريه ابويا وكده؟ امال هو ايه؟ مفيش فايدة. بعد كل اللي حصل ده لسه بتشتري اللي باعك. بتشتري اللي رمان انا وانت وما سألش فينا. بقول لك ايه يا ادهم؟ انا مش هسمح لك بعد كده انك تتكلم عن ابوك باي كلمه وحشه. انا مملوش في الدنيا ديت غير علاقتي بيه وسيرته الطيبه ليا. اذا كنت انت يا ابني بتعتبر ان الكلام ده كلام فارغ، فهو بالنسبه لي كلام كبير وكتير جدا واغلى عندي من اي فلوس ممكن تتخيلها. ايوه بس ده ورثه ولازم يحارب علشان ما تبصليش. مهما تبص برضه مش هتنجح انك تخليني اغير موقفي واقول غير كلمه حق. اسلم فمك يا خالي، انا عايزك يا امي تطمني. انا عامل حساب كل حاجه، مفيش اي حاجه وحشه ممكن تحصل لي ولا هسيب حاجه وحشه تحصل لكم. وانا جاي لك النهارده مخصوص عشان اقول لك انا عايزك انت وخالي تقفوا في ظهري، تسندوني، ما تتهزوش من اي حاجه. ايوه اللي حصل والحاجه اللي جت دي ليها علاقه بمشكله بيني وبين اخويا، وعلاجها الوحيد ان انا اخد حقي. بس انا مش عايز ابقى بحارب وانت بتشديني لورا. ابوس رجلك يا امي، مش عايزك تكسري مقاديفي. ولو انت بتحبي صحيح زي ما بتقولي اقفي في صفي، عشان رجوع الحق لاصحابه دي الحاجه الوحيده اللي هتخليه نايم مستريح في تربته.